نبض بيروت، اهلا بمشاهدي الاو تي في، وهذا المساء ضيفنا الاستاذ رفيق نصر الله. بنرحب فيك اهلا استاذ وسهلا، رفيق. اهلا فيك استاذ، من وين بدنا نبدا؟ في كتير ملفات ممكن انه نحكي فيها، من عودة الرئيس الحريري ومن ثم مغادرته بيروت، من الجبهة الجنوبية، من ملف رئاسة الجمهورية وتحرك يعني يمكن الخماسية. خلينا نبدا من الاهم، يعني هي العناوين كلها صغيره قدام الاهم بالمنطقه وبغزه بدك نبدا من غزه طبعا، لانه فلنبدا من غزه، ماذا عن المعركه التي يتحضر لها العدو الاسرائيلي في رفح؟ من غير شك البعض كان عم يتعاطى للاسف مع مسار ما يجري على انه نحن قربنا من الهدنه، وانه خلال 4 5 ايام وفي ناس حددت، يعني صحيح. للاسف لانه البعض اني وما ما قاري المشروع الحقيقي، وانا صار لي 3 سنين بحكي فيه، يعني ومعك هون بغيروا بمشروع يهوديه الدوله وشو المشروع وشو اللي عم ينعمل. بالخطاب الاخير سمعت السيد حكاه، يعني واضح انه يعني خلص القراءه الافقيه اذا بدك لي للمسار اللي نحن رايحين، وان شاء الله الليله ما حدا يفزع من اللي حقوله. واضح خير رايح نتنياهو، بده يروح على رفح، بده يكمل، وما بخلص بغزة، وما بيقدر نتنياهو شو ما عمل يقنع الإسرائيليين إلا بشغلتين. إذا عمل عملية هوليودية على الطريقة اللي عملها هذيك اليوم، قال جايب 2 3 وهن العائلة بعتهم مش انه، وعمل لك فيلم وانه قوات خاصه والنخبه وفاتوا وكذا، كان هوليودي، اخذوا $1,000,000 واخذوا $1,000,000 حق البيت كمان. هو يبحث عن المهم مثل هلا احد الحاقدين بالبلد عندنا هون حاطط صوره لواحد معتقل، وانه هذا هو السنوار معتقلينه، يعني الاسرائيلي بعد ما تجرأ يحطها، وهو بلبنان حطها لانه عم نعيش شغلات كثيره. المهم نحن رايحين لمرحله رفح، رفح حتكون أكثر قساوة من كل المشهدية اللي حصلت. من سوء حظ إسرائيل أنه قرب رمضان، برمضان بيعرفوا هن العلاقة ما بين شعائر رمضان وكذا وما بين الشعب الفلسطيني، وأساسا إذا بدنا نحكي المظبوط، الإسانس تبع يعني الثورة إذا بدك بفلسطين أو غيره يجب أن تنطلق من المسجد الأقصى، وهو العنوان اسمه طوفان الأقصى، يعني رغم دمار كل غزة القصة إذا بتتعلق بكرة بالأقصى بتكون إلى ارتدادات أكبر. عشان هيك هلأ عم يطلعوا قرار، شوفي قديش متطرفين، يعني ما فرقاني معهم هذا الكون كله، أنه ما حدا بيروح بيصلي إلا فوق 50 و60، والباقيين ممنوع يصلوا حتى برمضان اللي بيعني لهم، يعني واحد بهذا المسجد بيعني لهم. طيب هو هلأ هون بده يعجل قبل رمضان، عشان هيك شفنا وزير الدفاع الإسرائيلي قال قبل رمضان نحن بدنا نكون عاملين كذا وعاملين كذا، صحيح. ومش حنسمح بكل هالأمور. طيب موضوع رفح غير خان يونس، غير بقية غزة، غير لها، ليش؟ على كتف الحدود المصرية إلو أصبح 1,000,000 فلسطيني ما تبقى موجودين بهالمنطقة، ما عم تقدري تقدمي لهم دواء ولا اكل ولا غذاء ولا اي شيء، واسرائيل بدها تلتف عليهم وتحاول تعمل النزوح الاكبر التاريخي اللي حيكون، يعني اذا بدات معارك وضرب وكذا برفح وبتاخذ عده ايام. طيب مثل ما هلا اليوم كتب احدهم فعلا انه ظهرهم للحدود المصريه ووجههم للموت. اوف طبعا جاي الموت، يعني هلا بلشوا انه بيطرف رفح، اذا بتلاحظ عم يعملوا غارات وعم يقتلوا، وحتى ضاربين امبارح بوسط رفح. طيب هؤلاء الناس ونحن كلنا بشر، بكره لما بده يقرب وهو بده يطحن رفح، وين شو بدهم يعملوا؟ بياكلوا التراب، بينزلوا يعني بدهم ياكلوا الحدود المصريه، بدهم ياكلوها حتى ولو بسنانهم. هون بقى بدك تشوفي اللي الارتدادات الاكبر، مصر المحرجة اللي ما قدرت تفوت شاحنة أو أنه تعمل أي شيء، وهلأ خوفاني من مسألة الخروج هذا الكبير إلى هون بقى نحن أمام احتمالين. نعم، إما بده فعلا هو المشروع مدروس، وأنا هذا رأيي، نعم، لا قصة 27 ولا شيء، كل اللي عم بتشوفيه مدروس إسرائيليا أو معد إسرائيليا أمريكيا وبعض العرب اللي عارفانين بالتفصيل، انه ما فيك تعمل التطبيع مثل ما هو مخطط للمنطقة وتخلي انت المقاومة وحماس كذا وحزب الله فوق الشمال وهلأ بيحكي
ليش عبقول حزب الله؟ طيب إذا أنت هولي فوتي هلأ بلش ينحكى أنه رح يقبلوا 50,000 يقيموا في مخيمات قريبة من شط البحر عند النقطة شمال يعني الساحل تبع شمال رفح جنوب غزة قطاع غزة ككل، أنه بيعملون معدي لهم الخيام ومعدي كل شيء. في ناس بتقولك لا بدهم يدفعوا كلهم ساعتها ويقعدوا بهالمنطقة، وهون بده يصير يعني المصري شو بده يعمل؟ شو بيقدر يسوي؟ بيفوت بقتال مع الإسرائيلي كام ديفيد وكل حال هو الجيش المصري الجيش العربي الأخير. نعم. لم يعد هناك جيوش عربية قائمة، عشان هيك نحن نؤمن أنه المقاومات هي بديل، وأنا هذا عملته بال 2018 عنوان كتابي المقاومات كبديل للجيوش. اليوم وين الجيش العراقي؟ هلا عم بيحاولوا شو فرطوا الأمريكان، الجيش السوري اللي عم بيواجه وواجه وشو عملوا فيه، واللي لو كان بعده بعزه ما كان صار هيك فلسطين يعني، وما كان الجبهة كان طيب يعني ما حاجي بسيط. الجيش اللبناني نحن قلنا وضعية خزة، وين بقية الجيوش؟ في الجيش المصري وسيبدأون بابتزازه ومحاولة فرطه. ليش؟ إذا أنت عملتي هون وزادوا للمية 150,000 200,000 ومثل ما هلأ معد، شوف تذكريني حتيجي جهة مجهولة هلأ قبل ما يوصل على سيناء تطلع صواريخ من رفح على الشمال، حتحتاج إسرائيل على أنه فعلا لك للسنوار وقوة حماس الباقية هي موجودة بالرفح بدنا نفوت عليها. هن عم بيقولوا إذا بتسمح لي استاذ هلا بتتابع طبعا، هن عم بيقولوا نتنياهو عم بيقول أنه هيدي بعد فيه ربع قوة حماس. صحيح 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 100%. هلا هن حسب ما هو عم بلك صحيح أنه هو شو قال. نعم. هلا شو حقيقة الأمور؟ شو من غير شك حماس خسرت يعني في كلام من 6,000 ل 8,000 شهيد حماس، يعني منا هاي الحرب منا سهلة. طيب إذا جينا طلع هاي الصواريخ حيحتاج حيفوت يبلش برفح حيبلش النزوح. شو مخطط لبعدين؟ مخطط لبعدين إنه هول بيكونوا صاروا جوا بسيناء، بعد فترة بده ينقال إنه فيهم قوى إرهابية وعمالة تحاول تسلل إلى فلسطين مرة أخرى. شو بيصير هون؟ بصير في حجة لإسرائيل أنها تحتك فيهم، وأنه الجيش المصري هون أمام خيارين، يبدو يحتك فيهم أنه هيك أو لا، ولكنه سيتكرس وجودهم في سيناء. هلأ ما بديش أربطها أنا من نظرية المؤامرة أنه في 250 مليار، أنه إذا قبلت يا سيسي نحن بنسامحك بكل الديون عليها 120 مليار. واليوم هلأ اليوم كان في تصريح أنه أنا إحنا عم نخسر، كانت يعني تعطيهم 10 مليار دولار قناة السويس، عم يخسروا من 40-50% بعد قصة باب المندب. أوكي طيب هل بيقبل؟ والله ما بيقبل. بيبلشوا يحتجوا أنه بناخد يعني كمية قليلة من النازحين أو الفارين أو أي شيء ما بعرف، لكن أنا بدي أربط الأشياء ضمن نظرية المؤامرة. بدو يبتز الجيش المصري، وهذا الجيش محضر له، وأنا بدي بكرة إن شاء الله مذكر بعدين إذا ضلين طيبين، محضر له أشياء كتيرة بدءا من أثيوبيا اللي بدها بلشت تعمل. هلأ عملت اتفاقية مع ساحل الصومال المنطقة لتبعت قوات ساحل الصومال قريبة من باب المندب، وحتبلش إشكاليات بعد اللي تكرس هلأ الوضع بالسودان على حدود مصر الجنوبية عند منطقة النوبة وغيره. طيب هون أنت هاي بداية ابتزاز أو استدراج لاستنزاف الجيش المصري، بيبعت قوة حد الصبع على البحر الأحمر بينزل شو اللي بده يحصل وبنفس الوقت تبدأ إسرائيل بخلق جو توتير بمنطقة سيناء كمان للمزيد من الابتزاز. هاي ضمن نظرية المؤامرة، عم بحكي بالأفق أنا مش عم بحكي هلأ. فنحن هلأ أمام هاي المرحلة، هذا اللي حيحصل برفح. شو حينعكس؟ حينعكس عنا استمرار القتال يعني اللي حاصل مع إمكانية توسعه. لحد هلا في ضبط إيقاع، وضبط الإيقاع عادة بين المتقاتلين بيكون منظم رغم أنه هني خصوم. يعني هلا شدنا مثلا بالمنطقة ضبط إيقاع، الإيراني ضرب قواعد معينة بباكستان، رد الباكستاني ضرب بقلب شيء معين اعتبره أنه عدو بإيران، لكن ضل ضمن الإيقاع المنظم. كمان ضرب الإيراني على أراضي ببابل
أربيل كمان ضمن تنظيم الإيقاع. حتى الآن نحن عمالي الإيقاع المنظم موجود لكنه عم يتفلت، لكنه عم يتفلت. أنا شخصيا ما حدا يصطف اللي بيحب يقبض كلام يقبض، من هلأ ل 10 أزار عم حدد، نعم 15 أزار، إذا ما بدأت معركة رفح في حيصير تفلت كبير عنا على الحدود باتجاه قيام حرب. ليش؟ كمان ضمن نظرية المؤامرة، أنا مؤمن هذا المشروع مكمل لا يخلص على حماس، لا ياخذوا قطاع غزة تصير جزء من إسرائيل، وتوجه وفي تدريبات توجهت فرق إلى الشمال من أجل يعني فرض واقع جديد على بالجبهة الشمالية لإسرائيل. ما فرقاني معه نتنياهو للأسرى، ويتمنى أنه وهو عم يستفز بحماس أنه تطلع حماس وتقول كل الأسرى ماتوا وبلا 150 واحد ينضافوا إلى القتلى، وبنفس الوقت كمان اللي عم يصرخوا هلأ بده يرجعوا قرى على مستوطناتهم بالشمال بفوت بحرب وبيحاول يخلق واقع جديد. ساعتها هو مثل ما هو مخطط يريد أن يتحول إلى بطل إسرائيلي مش إلى متهم إسرائيلي تنتظره المحكمة. هيدا مع مين بينسجم؟ مع بعض العرب اللي موافقين على الخطة، ومع الولايات المتحدة اللي عمالة تكذب بموضوع أنه هي لا تريد الدخول إلى رفح وأنه بدها عم تعمل لي للقبول بمسألة الإعلان عن دولة فلسطين. شو طلع قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي امبارح؟ رفض. مجرد الحكي عن القبول بأي صيغة اسمها تتعلق بالدولة الفلسطينية. طيب. ليش؟ معلش بعد في كلمة. ايه تفضل. نتنياهو اليوم يشكل النموذج الفز، إذا بتستعمل كلمة فز، لا الصنص التطرف الإسرائيلي. 75% من المجتمع الإسرائيلي مجتمع متطرف لأبعد حد، يريد الحرب مع لبنان، يريد المزيد من الدماء. هذا المجتمع اللي كان إذا عسكري مات تقوم الدنيا، إذا حصل أي شيء ينتشر الخوف، اليوم تعود على منظر الدماء. إسرائيل شمت ريح الدم، ويريدون لأنه الكل فعلا عم يحلم بإنشاء يهودية الدولة اللي لا وجود فيها لغزة، والنازحين إلى شمال سيناء ومن ثم نزوح بإغراءات إلى دول معينة، ولا وجود لمقاومة، عم بحكي أنا مش إنه ترتيبات، ولا وجود لمقاومة في لبنان. وقبل بالنص الأشكاليات الكبيرة اللي حتحصل بالضفة الغربية واللي مقدمتها ما سيحصل برمضان، اللي بدنا هلأ لسنة بتاخدك على محاولة جعل الفلسطينيين بالضفة ينزحوا إلى الأردن من بعد خلق ظروف مؤاتية لذلك داخل النظام الأردني والمشاكل اللي حتصير، ومن ثم بيجي دورنا نحن بعد سنتين من هلأ لسنتين بنزوح اللي بيطلع ليه عرب الجليل وعرب 48 اللي بده يكونوا بلبنان، ولبنان حيضل تائه ويتلقى من هول كما عم يتلقى المزيد. حد عم بيقول هلأ قديش عم بيفوت على لبنان نازحين؟ 1000 و2000 باليوم، مش منتبهين احنا مغمضين عينينا. سوريين بعد شوي البلد بيغرق تماما، اوكي، وبيتلقى هذه تداعيات المؤامره. هون بيجي دور المقاومه اللي انا برايي منتبهه للقصه، وهي اذا يعني كانت على قد الحرب اللي جايه بتغير المعادلات، لانه بغزه خلص ما عادش فيك تغير المعادلات. بعد في ورقه رابحه هي الأسرة. خليني أحكي الأمور بصراحة، يعني المطحنة اللي صارت 70-80% أزيلت غزة عن الوجود، بعد في بإيد المقاومة الأسرة، لأنه لا معين ولا نصير. يعني حاج نحن نعمل خطاب ونحكي وغيره، أوكي بعدين هتعمل تداعيات كبيرة، يعني 27 وما حصل بالمقاومة بغزة للإسرائيلي، لكن بدنا نكون واقعيين هلا بعد بإيديهم المساكين هالأسرة، ويوميا عم يسقط المزيد والمزيد والمزيد من الشهداء. نحن هلا بهاي المنطقة، هلا نحن بهاي المنطقة وناطرين أخطر 3 أسابيع من هلأ لعشرة أزار شو اللي ممكن يحصل. تفلت عنا في الجنوب، وأنا ميال لذلك أنه رايحين
هيدي نقطة بدنا نفصلها أوكي. عم بتقلي ممكن من هون لعشر أدار طفلت بالجنوب، بمعنى توسع رقعة الاشتباك، توسع رقعة الحرب. ماذا يعني هذا الأمر؟ لوين بدها توصل الحرب؟ حرب على بيروت، على إذا حصلت للآخر. شو يعني؟ حطام لبنان على إسرائيل، على إسرائيل وعلى لبنان كله. ما حدا يفتكر إنه في فئة أو منطقة أو كذا حتزبط. بده يفرض الإسرائيلي حالة ليدفع جزء من المجتمع اللبناني يصرخ للسماء أنه خلص ما عاش بدنا، ما هن هذه الحالة. لكن إذا المقاومة من أول يومين ثلاثة غيرت المعادلات، أنا بقول لك ساعتها كل يعني هذا المشروع بيوقف، ما بيقدروا. أستاذ رفيق، هلا دائما بيقولوا لك العالم أنه أستاذ رفيق، أنا ما قلت أنه في حرب جاية، في تطورات جاية بتشرين، وشوفوا شو حيحصل. يعني بتخاف العالم من الحقيقة. أنا بدي كلا بقدر لك من غير شك، والمقاومة صامدة وغزة صامدين وقاعدين والعالم مرتاحة، وبالجنوب لحن قاعدين عم يشوا لحمة وما في شيء. كيف كيف نحن عنا في جزء من قرانا عم يتدمر. وأنا هون بين هلالين بدي أحكي شغلة كتير مهمة. في تقصير إعلامي كبير من كل المحطات بما يحصل بقرانا اللي كنا نسميها القرى الأمامية، اللي هي هلأ مسرح للقصف الإسرائيلي وللغارات الإسرائيلية وللوحشنة الإسرائيلية، واللي كانت بالنبطية جزء منها. لكن في دمار دمار دمار، يعني ما حدا يفتكر إنه بيت وبيتين وثلاثة، لا، في دمار بقرانا. طيب أمام هذا الأمر في تقصير بإعلامنا. أنا بحياتي شفت تغطية بهالطريقة، مع احترامي يعني لكل المراسلين، معلش ما بتكون هيك تغطية. في زملاء استشهدوا على راسي هون، بدي أقول لك أنا أنه أوكي، في بعد الاستشهاد صار في تراجع. اليوم شفت لعلي مرتضى على الميادين، فات على هاي القرى، ما حدا عم يفوت، فات ووقف بأماكن أنا يعني فعلا أقدر شجاعته أنه يقف قدام مستعبة مسكاف عام وعلى مدخل عديسة وأمام وحد بوابة فاطمة، استفاد من الضباب الموجود وإجا عطانا عينة لأول مرة صور بتشوفيها من هاي القرى. هاي القرى من حقها على الإعلام اللبناني أن تكون هي الخبر الأول، وأنه يكون فيها اهتمام، وأنه يكون كذا. في ناس يعني أنا بعرف من حولها من عنا، في ناس مستائين جدا حتى من 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 اعلام الممانعه على انه ما حدا بيجيب سيرتهم الا مرورا. لا، بدها تكون، لانه هول الجماعه بيستشهدوا، وفي ناس احياء شهداء، في ناس موجودين بعضهم فوق وبحاجه للصمود وبحاجه للدعم الاعلامي وغيره. هيدي بين هلالين بس اللي عم بالي احكيها. بس شو يعني استاذ رفيق قلت لي اذا المقاومه قلبت المعادله باول 3 ايام؟ كيف يعني؟ اذا حص المقاومه كان عندها القدره الاستراتيجيه الحقيقيه اللي عم يحكي عنها سمح السيد واللي بيحكوا عنها دايما، وأدراني إن فعلا ترعب إسرائيل من أول يومين ثلاثة، بيوقف القتال وما بيعود يحصل شيء. وساعتها بنروح بيحكوا ترتيبات أمنية، لا بدل 1701 أو 1701 ضمن شروطك أنت، مش شروط. نحن وضعنا مختلف عن غزة، أكيد نحن مختلف عن غزة بالقوة العسكرية وبالظرف وبين ظهيرك وشو اللي حيحصل. إذا المقاومة من أول يومين ثلاثة مع محاولة، لأنه المقاومة هلأ عم تحضر لترد مثل ما وعد السيد على القتل المدني. طيب إذا أنت توفقت بضربة كبيرة، بدي يصير في رد إسرائيلي، بدك ترجع المقاومة ترد وبتفتح. وبنفس الوقت مشهدية ما سيحصل برفح بدها تخلي المقاومة تشتغل أكثر من اللي كانت عم تشتغل فيه بالمرحلة. هذا ممكن إلى جانب قلت لك الإسانس تبع المؤامرة، أنا بستعمل إسانس كتير اليوم، اللي من غرفة العمليات اللي السوداء اللي مرتبة، يريدون استدراج حزب الله إلى معركة أكبر. هذا يعني ما في شك منه. أصلا نتنياهو الكل يعلم، كل العالم تعرف انه نتنياهو يريد توسيع الحرب، يريد استمرار الحرب طبعا. واصلا الاستفزازات الاسرائيليه للبنان وللمقاومه في لبنان كبيره جدا. بس كمان يعني بذات الوقت يعني عم نشوف عن جد فعلا صار في وقاحه منا مقبوله عند العدو، انه لما بيطلع كوهين، شو اسمه الصغير، ايلي كوهين، هذا وزير صحافي بيكتب انه من بعد النبطية رح يكون في الدمور وجوني. لكن نحن البعض بسخرية هذا الأمر، هول عم يعبروا عن ما يتقون إليه. أنا شان هيك أنا عم ببني نظريتي،
اليوم 75% من المجتمع الإسرائيلي مجتمع متطرف. اليوم نتنياهو ماخذ مستقبل إسرائيل من رقبته، مع أنه من رقبته لصالحه. مع أنه أستاذ رفيق أنه في كتير معارضة جوات إسرائيل، يعني أصبحت ضعيفة وأمام أمام لا لك، اللي حصل بالمشهدية غزة غير كل الحروب، غير كل الحروب من 48. على فكرة البعض بيقول هاي أطول حرب، لا بدو ينتبهوا، من 48 العرب فاتوا ضلوا لأزار 49 الجيوش العربية. هاي الجيوش العربية إذا بتقري بالوثائق بتعرف شو عملت أول ما دخلت هون؟ سحبت السلاح من أيدي الفلسطينيين من القرى الفلسطينية، قال خلاص نحن جينا، فاستفردوا فيهم اليهود ونزلوا فيهم سلخ وصارت المذابح وصار اللي صار. وهلأ نحن أمام يعني منعطف. اوكي يمكن صعب انك انت تقدر تجيبي يعني تحطي اجابات محدده. انا ليش عم بقول لا عشازه؟ لانه بنكون قربنا من رمضان، برمضان في له 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 انعكاس ما عند الفلسطينيين تحديدا اللي هن من اكثر المسلمين المتشددين اذا بدنا نحكي المضبوط. اهل غزه ليكي اولاده مددين قدامه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل يعني بكل بساطه. فهول بكره بده قبل ما هيدا الموعد نتنياهو بده يخوضنا، بده يجي على جبهتنا يمكن ليأخذ الأنظار عن هذا الأمر، أو اللي حيحصل إذا صار في حصل بالضفة وبحوالين المسجد الأقصى شيء كبير، المقاومة ما بضل على 3 كيلومتر والأربعة والخمسة كيلومتر يعني. وهيدا برأيي أنا الإسرائيلي جاي ليتوق إلى حرب كبرى، علينا أنه نبني نظريتنا ونبني استعدادنا وغيره، ما نضلنا موهومين على انه بكرة وجمعة الجاي وخلص خلصوا بالدوحة وعم بيتفقوا. حتى الان ولا اي تقدم بكل المفاوضات اللي عمالة تحصل، لا لما اجا مدير CIA ولا قبله لما اجا وزير خارجية الامريكي ولا هلأ اللي حيصير بالقاهرة ولا رئيس وزراء القطري كمان ومع اللي اجتمعوا بالدوحة لحد هلأ، بعد في كتير مسافة غيره، لأنه نتنياهو عمال يرفض. صار عنده هلأ نتنياهو عنوان كبير وأخده من مجلس وزراء، لا قبول بشيء اسمه دولة فلسطينية، وما فرقاني معه بايدن، يعني علما أنه بايدن عم يكذب. لما وقف الأمريكي موقف كاذب مراوغ لحتى الآن. الأسلحة والزخائر والقذائف الصاروخية الكبيرة وكل شيء عمالة تجي بوتيرة عالية، 5 طائرات جالاكسي يوميا عدا القطع البحرية اللي عم تنقل بالبحر كل هاي القذائف وكل اللي ما تحتاجه إسرائيل. لو كان جدي هو كان عمله مثل سنة 73، ب73 لما صرخت جولدا مير وطلبت النجدة بعد ما عبر الجيش المصري العظيم والجيش السوري وفاتوا صارت تصرخ، ضلوا الأمريكان 5-6 أيام. لما صار في اتصال بهنري كيسنجر وغيره قال لهم خليهم شوي الكف يكون شوي قوي لحتى يصير عندهم استعداد للمفاوضات. إجا كيسنجر وقتها ورحنا على الكيلومتر 101 وللأسف، ونتجت عنه كام ديفيد ونتجت عنه زيارة القدس وغيره. خلينا نتابع أنا وياك أستاذ رفيق كل هذه المعطيات المهمة اللي عم تحطنا بجوة، ولكن بعد هذا البريك. نواصل نبض بيروت. استاذ رفيق كنا عم نشوف على تليفوناتنا انا وحضرتك، ما بعرف هلا اذا الشباب صاروا جاهزين عندهم الفيديوهات، كمان اذا بتسمحوا لي رح ابعث لكم فيديو تاني كمان خلونا نمرقه. صار عندك زياد كمان عمله معروف، مرقوا لنا اياه مع اول فيديو. غاره اسرائيليه كتير كبيره وكتير ضخمه مثل ما كنت حضرتك عم تتفضل على بلده الغازيه الجنوبيه باي لحظه يعني الانفلات. طيب هلا المشهد يعني مثل ما كنا هلا المقاومه مرعب. والسيد وعدين كانوا هني بيردوا بيختاروا الميدان بيختار انه وما بيحدد السيد وقت. هلا شو عملت اسرائيل؟ عملت ضربه استباقيه، اكيد اولا في هدف، هلا بتجي التفاصيل. يعني ما حتيجي ضربه بالغازيه بقلب الغازيه وعند جسر صنيق. هلا مثل ما انا عرفت خي حسين رمضان قال لي يعني عم ينقل لنا صوره لانه هلا كان مارق بالطريق من هونيك، فمعناتها في ان طيب هذا شو يعني؟ هذا اللي عم بحكيه. نتنياهو يا عالم معلش اللي بده يخاف يخاف، نتنياهو من هلا لعشرة آذار يريد الدخول بحرب مع لبنان. خلونا نبني سقفتنا على هذا الامر، واللي بده يفزع يفزع يصطفل، بس خلينا نبنيها وعلى المقاومه ان تكون مستعده وهي مستعده لهذا الامر.
فبدنا نكون نحن امام هذا الاحتمالات الكبيره. ما بدنا نضلنا نقول تشاؤم ما تشاؤم، نحن بحرب، ما نحن بحرب. هلا شو بتاخذ الحرب اوجه بتكبر ما بتق... اي انا بدها تكبر، ما حيرجع الاسرائيلي الا اذا اكل قتله منه كان متوقعه، ساعتها بتتغير الوقائع بالمنطقه كلها. في مشروع لرسم ترسيم المنطقه بعدم وجود مقاومه لا بلبنان ولا بفلسطين ولا حتى بالعراق ولا بسوريا، واذا ما... هذا هو المشروع المتفاهمين عليه واللي متآمرين عليه جزء من العرب والامريكان وبعض الاوروبيين والاسرائيلي اللي عمال ينفذ. فخلينا نكون نحن على الاقل يعني بهالمنطقه من الوعي. بس استاذ رفيق، يعني المشاهد اللي رح نشوفها هلا بعد شوي واللي تبعناها على تليفوناتنا، ويعني هي ما بعرف هي دليل يعني حتى انا خايف هيدي معلش لا تضرب بقلب الغازية، وعلى هاي عمليه اغتيال. اغتيال بس ما الغاره كثير كبيره. مش معناتها اغتيال او لهدف ما لانه هناك ما في مبرر كان طالع هيك. هلا ما في شيء اليوم، هي اي اليوم المقاومه لانه التأسخان عامله عمليتين او شيء عادي اوكي. اسرائيلي عملت غارات الصبح بس السيد هلا معناتها في ان بس السيد نصر الله بخطابه الاخير حط معادله جديده انه الدم مقابل الدم. ايه صح، انا عم يحكي عن النبطيه والصواني. انا بعد هذا الخطاب قال انه دم اللي راحوا. انا بعد هذا الخطاب تاكدت عندي نظريتي اللي انا بقعد انا واصدقائنا كلنا، نحن عنا مجموعة عاملين، وأنا الوحيد بضل يقول يا شباب رايحين على حرب كبيرة، يا شباب إسرائيل بدها تكمل، يا شباب في مؤامرة كبيرة معدة للمنطقة وكذا. لما سمعت خطاب السيد بروية كاملة، هلا شو بدي باللي طلع وبيصوت للمريخ وبياخد بياخد التمساح وبيفسخ شقفتين ومش عارف مين. في إسرائيل مكملة، هيدا المشروع مكمل، بدنا نبني موقفنا خارج الإنشائيات والأناشيد والتعتير على أنه نحن سندخل بحرب مع إسرائيل. لكن خذي مني، حتى لو صار في هدنة الشهر ونص، لو صار في سدة إسرائيل بدها تفوت بحرب معنا، ما بيكونوا عملوا شيء. حتى لو ضربوا بغزة هيك ما بيكونوا لتمشي مشروع التطبيع السياسي والاقتصادي وترسيم الأقليم وخط الهند لغاية حيفا وتخلي كل المنطقة من سوريا إلى العراق إلى لبنان إلى والأردن وتكمل إسرائيل مشروعها. ما بتزبط إلا كملوا الحرب مع لبنان ومع وغيره. وارجع بعيدة مشان نسمع الأخوان السوريين، إذا وقعت الحرب الكبرى في لبنان أنتم معنيين فيها، لأنه في بالخطة تقدم إسرائيلي من شمال الحدود الأردنية ومن كتف منطقة الجولان وجبل الشيخ إلى مناطق يراد لها أن تكون دمشق تحت السيطرة كمان، بوضع الجيش السوري ما عنده الإمكانيات، ما عنده. هل عم يلحكى أنه إيران حتتكرم عليهم وتعطيهم هذا اللي بيشبه الأس 300 والأس 400 تبع؟ يبدو بحسب المعلومات الأولية اللي عم تورد أنه عملية اغتيال. طيب أنا هلا عم بقوله وحتكون عملية اغتيال كبيرة لتتجاوز فيها إسرائيل كل الخطوط وتوصل على كتف صيدا بهالطريقة. وبعد خطاب سيد يعني هي صيدا أطراف الغزية، أنا من المنطقة وبعرف يعني مع الغزية وصيدا صاروا كلهم وكتفوا وعلى شمالهم في على كتفه المخيم عين الحلوة منتبعهم نحن وياك. هي يلا أوكي، هي المنطقة صح 200 متر عن المخيم عين الحلوة، 300 متر يعني. وفي طريق بتجي على المخيم بتجي من كتف الغازية وبتلفي لجوا. فممكن برافو عليك، ممكن تكون لمسؤول كبير بفلسطيني. على الحالتين هذا تجاوز كتير كبير، وهلأ ما بعدها ما بعرف شو اللي حيحصل. وهلأ بدها يعني إسرائيل، لك إسرائيل إذا وجدت الهدف اللي بدها إياه ستغتاله ولو بجوني، خلي يسمعوا العالم، ستغتاله ولو بطرابلس أو ببشري حتى أو بشمال البقع. ماضي بحملة اغتيالات، وهيدا هون بنرجع للميديا اللي أنا للداتا اللي أنا حكيت عنه إياكي من شهرين قبل ما حدا يحكي. يا عمي الداتا أخذتها إسرائيل مثل ما ماخذها جهاز أمني عربي، مثل ما ماخذين الأمريكان، ويا ريت مثل ما الحكم بارح يرجعوا ليشوفوا مين اللي عمل الاتفاقية مع الشركة اللي على أساس تطور الداتا، طلعت شركة صهيونية وأخذت كل شيء. سألوه للي وقع العقد معه. المهم، فبالتالي نحن أمام انكشاف كامل
ما بس مسألت بالتليفونات، ما بس مسألت بالاتصالات، ما بس مسألت بالمعلومات. عم تستخدم إسرائيل أرقى معلش أنواع التكنولوجيا اللي زودت جزء منها زودوا في ألمانيا، وهيدا اللي بده بعد بده يخلينا معلش أنا بحكي دائما ويمكن بعض بيزعل، هيدا اللي بده لازم يخلينا نحن إذا بدنا نفوت بعد بحرب كبيرة بعد بده يكون سلاحك بمستوى السلاح الإسرائيلي، ما أنا بكون هون والإسرائيلي هون. عشان هيك بده يندفع المسألة، ما بس عملية إني بقوم فيها وبطرق صاروخ على مدينة، كمان بالتكنولوجيا بده يكون، وما حدا وما ناقصنا شيء يعني، عندنا شباب من أحسن ما يكون، بس بدنا نكون هذا الانكشاف اللي هلأ نحن اكتشفناه خطير جدا. طيب عم بيعرفوا أسماء حتى مسؤولي القطاعات وين وكيف. حاعطيكي مثال، تفضل. بيجوا لقرية، أي قرية بجنوب هي القرى، بجنوب ما بس القرى الأمامية الكل، عاملين مسح من خلال الحصول على المعلومات، مين مقيم فيها، قديش عدد أفراد أسرته، مين من أسرته أو هو مع أي تنظيم، وين طبعا وكيف وشو بيعمل شو بيساوي، مع أرقامه، مين بيروح جمعة وسبت وأحد ساكن ببيروت وبيطلع على ضيعته، قديش بيقعد وبيرجع، مين قاعد بألمانيا أو ببلاد غزة وعنده بيت غيره مسكر، مين قاعد فيها هذا مسكر، واصل معهم انه لما بيشكوا ببيت ما انه حدا عم يستخدمه، عم بيقطع حراريا، عم بيشوفوا خزانات المي، المي لوين واصل لفوق، تاني يوم اذا ناقصه من المي هيك معناتها في حدا عم يستخدم المي، هن عم يمارسوا معنا هالقد الاستعداد. ايه ايه لازم انا احكي هذا الكلام بوجع، هيدا الاستعداد بده استعداد بقابيله. انا بعرف المقاومة عنده معلومات كتير خطيرة عن 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 الداخل الاسرائيلي، حيبين بالحرب، ما بيبين بالقتال هلا رمي المواقع المتقدمة بالكورنات، حيبين بكرة بالحرب على انه ايه المقاومة بهالطريقة. كان لازم المقاومة الفلسطينية تاخد بحسابها هيدا الاعتبار كمان. يعني اليوم لما بتطلع المسيرة وبتعمل سكان للبيت بتعرف مين بالبيت من خلال حرارة جسمه 37.5، هيدا علم، علم بدنا نكون صريحين، هيدا علم. ما هيدي مأساة جيوشنا العربية بالزمان، يا رب تجي بعينه، نحن من قاتلين يا رب تجي بعينه. يوم اللي استخدموا ليبرتي بهاي البخرة للتجسس رجعوا هني ضربوها وأغرقوها لحتى كل شيء ما يبين، وما حدا بيسترجي يجيب سيرة هلأ ليبرتي كيف غرق، لا الأمريكان نفسه ولا حدا بالمنطقة، فهني عندهم. لذلك طيب أي حدا عم يتحرك معلش بدي أقوله يفهموا الكلام، في انكشاف يا أخي، كيف عم تتنقل يا أخي، لازم تكونوا كلكم أنتم مسؤولين القطاعات تحت الأرض، خلاص تليفونات، حتى تليفونات عيالكم، حتى أي حدا لازم ما يكون موجود. حتى انحكى أستاذ رفيق عن التصوير يلي بيصير إنه إذا طبعاً أحد المواطنين عم يصور، ايه 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 أو أي عنه في 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 نكتة حلوة هلا مطلعين مصدينا، مرة عم تقول مش مزبوط هذا الحكي كله والإسرائيلي ما بيعرفوا عنه شيء، تسألها جارتها ليه، قالت لك ما هذا الزلمة تبعي أنا ما بحبه، خليته لطلع على الضيعة وبلشت بالتليفونات، لك انتبه للصواريخ اللي بالسيارة، انتبه للي معك اللي بده يروح يزت الصواريخ، اوعى تلفنت شي 4 مرات وقام رجع عادي على البيت، ما ضربوا معناته رفي. يعني التنكيت عم يصير على السوشيال ميديا. بس نحن اذا بنحكي هذا الكلام بيوجع، نحن لازم نعترف في انكشاف وبدنا ننتبه، في ناس لحد هلا ما قبضوا جديا زتوا تليفوناتهم. هيدا سبب عدد الشهداء المرتفع للمقاومة؟ لا، عدد الشهداء له ظروفه الميدانية. شو انت لما فتي بهاي القرار انك انت تهاجم المواقع كلها على الحدود وتضربي العيون كمان، انت معي خبر العمود اللي موجود عندنا بالعباد مع التنصت والرادار اللي جو لغاية القامشلي 500 كيلومتر الدائرة، أول شيء على المستوى بيعرفوا أي طيارة طالعة لغاية القامشلي، لغاية شمال سوريا، لغاية شاطئ الإسكندرية، لغاية الأردن، على مستوى الأعمدة والتنصت ولا مكالمة أنت بتحكيها معي أو حدا إلا عنده، طبعا بيكون حاطط أرقام معينة لمتابعتها بتعطيه إلى جانب البصمة الصوتية، والأخطر بصمة الوجه، مصورين من المهرجانات من كلها اللي نحن بنطلع عاملين هيك كلها في مين عم يصور، ايه، الى جانب لما السيد قال لهم على قصة هاي الانترنت اللي حاطت كاميرات ببيته
ورابطها بتليفون ببيروت لشوف بيته مين عليه وكذا. الإسرائيلي بيطلع عليها من خلال هالكاميرات، لأنه كل كاميرا بمحيط البيت عم يشوفوا مين عم بتنقل. حتى كشفت هاي المعركة، كشفت قصة كتير. حتى هيك كمان من باب الطرف انحكى بأيام كورونا أنه الطعم يلي عملناه أنه هيدا تايرك حطولنا الشرائح ومدري شو، بس ما هن مش ناطرين للشرائح ولا أنا الطعم. أنا أنا بآخر الحلقة بدي احكي، بدي احكي اقرا على الورقه شيء شفته وعم تابعه هلا من بعد كتاب، من بعد في كتاب خطير جدا على مساله اعاده صناعه الانسان. نحن بمحل تاني للاسف بعدنا متخلفين في امور عم تحصل بهذا العالم غريبه. طيب هاي الحرب، هاي الحرب تقنيه، الحرب تقنيه. فلذلك هلا يعني بعد هاي العمليه هلا ما بعد الغازيه بعتقد في شيء تاني بده يحصل. هذه ضربة كتير كبيرة، حتى لو كان اللي بيختارينه فلسطيني من الأخوة الفلسطينيين. هيدي تجاوز كتير كبير، وخلص صار لازم يعني الواحد يعني وصلت المرحلة قربت. بس أنا بعدي عم بربط الأشياء إلى ما بعد أو عشية رمضان أو أول أسبوع من رمضان. من هلأ لوقتها منكون عم نشوف مثل هالمشاهد، ومنكون عم نشوف بحيفا وتل أبيب وبالداخل إسرائيل ما لا تنتظروا. إذاعة الجيش الإسرائيلي. الجيش يستهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغزية قرب صيدا. هيك عم بتقول الإذاعة. إذا مثل ما كل مرة بيقولوا البنية التحتية، إذا هول التسعة اللي استشهدوا بالنبطية بأول حي المسلخ بنية تحتية لحزب الله، معناتها المدنيين بنية تحتية لحزب الله. إذا اللي عندنا بحولة كمان صار في 7 أو 9 شهداء، كمان هذيك اليوم نهى مزرعاني اللي 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 كمان كانت شهيدة. إذا هاي هي البنية التحتية لحزب الله صرنا لإسرائيل صرنا محل تاني إذا هيك بتعتبر. لا هيدي هاي عينة. أنا برأيي إذا بدك، إذا ما كان اغتيال لشخصية كبيرة واختاروا هذا المكان، هاي رد على خطاب سماحة السيد. في الدكتور زياد نصر الدين عم بيقلنا أنه الغارة الأولى قرب مستودع شركة الريم، والغارة الثانية قرب جامع الشحوري منطقة الرجي بمنطقة الغزية جنوب مدينة صيدا. جهلوا تحية. يعني هلأ بدأت تنكشف بعد شوي ليش. طيب إذا هلأ استخدموا هذا الأسلوب، معناتها أي منطقة صارت ممكن تتعرض حتى ولو الضحية. أنا هذا رأيي. ما هي الضحية تعرضت. لا مش قصة العروري، هن على فكرة إحدى الانتكاسات لحماس يعني وبلشت هي اغتيال العروري لما كان يمثله، حكي جد يعني، علما أنه المكان اللي كان فيه مكان محروق أمنيا محروق. مين مكان بيعرف هذا المكتب لحماس؟ أنا مستغرب من هذا الانكشاف أو من هيدي التعاطي يعني باستلشاء مع الموضوع الأمني. بدنا نكون دقيقين بطريقة كتير كبيرة. كمان جيش العدو يعلن استهداف بنية تحتية لحزب الله، يعني ما بعرف شو وشو بده يكون في بنية تحتية هنيك. ما في بنية تحتية لحزب الله. حزب الله لا يوجد لديه قواعد. هلا بتقولي لي يمكن بمكان ما في أنفاق بالحرب حتبين، يعني هلا حزب الله بده يحط بالغازية مثلا شو بده يحط الصواريخ، بس الصواريخ ما بتنضرب هيك، صواريخ الدقيقة وكذا بتنضرب محل تاني وأبعد وكذا. فلذلك أنا يعني هاي رسالة، إذا ما فيها حدا مستهدف شخصية كذا شخصية. هاي رسالة. ليش أنت أول ما بتطلعي عند هذا الدوار الغاز بدك تاخذي أوتوستراد الغازية، هذا المفصل طريق للجنوب كله هونيك. يعني أنا أول ما طلعت هذا المفصل وكأنه رسالة، وإسرائيل حتعملها. وهلا بنذكر بعض من هلا لوقت اللي عم بيحكي عنه اذا قربنا من رمضان ممكن تعمل مثل هيك عمليات. يا ترى هل عم تستدرج حزب الله لرد مبكر غير اللي عم يخططوا له الميدان؟ قال السيد شغلي الميدان يعني المقاتلين والمسؤولين على الارض الميدانيين او المخططين باركان المقاومه هن بيختاروا الهدف جمعه 3-4 لغايه ما بتعرفي بدها تكون العمليه دقيقه ما بتكون هيك. طيب هل عم يستعجل الإسرائيلي لحتى يقول له فرجيني شو بدك تساوي؟ بيقوم بيضرب على الحالتين فيها استفزاز للمقاومة. خليني أخذ تاني بريك ونرجع للقسم الأخير من حلقتنا.
نواصل نبض بيروت. يعني استاذ رفيق كان عم نتابع تحت الهواء الفيديوهات اللي عم يوصلوا الغارة، يبدو يمكن اكثر من غارة مش غارة واحدة. في ناس عم بيبعتوا لي انه اربعة، في ناس عم بيقولوا اثنين، وحدة ما بين يعني عنقون والناريت بهاي الوادي، وحدة قريبة من 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 الغازية. هلا طبيعة الانفجار والدخان والغيره مبين انه كتير كبير، هل هو مثل ما عم بيحكوا انه مخزن سلاح للفلسطينيين، او يعني الاعلام العبري يعني كمان متناقض. قناة 12 بتقول ضربنا مواقع فلسطينية سلاح فلسطيني، الباقي الاعلام العبري التاني بيقول اغتيال بصيدا. نعم. في كمان اعلام عبري قناة 12 عمالة تقول لا ضربنا بنية تحتية لحزب الله. فبعد شوي انا بعتقد بس في دمار مبين انه، وان شاء الله ما يكون في ضحايا، ان شاء الله ما يكون في ضحايا. يبدو في اصابات، يبدو لانه من حسب الدمار اللي موجود، الدمار الموجود واضح انه للاسف. يعني ما بعرف، لا نحن امام يعني امامنا، لكن خلينا نكون فعلا نحن امام بدنا نتعاطى من اليوم وبالطالع انه نحن امام احتمالات مفتوحه، ممكن مع بكره وبعد بكره ما تصير في غاره، بس بعده يمكن تصير اكثر، وممكن ساعتها تكون قربت المقاومه بردها، وساعتها معلش يعني ما كل ما واحد حكى بقول له المتشائم. احنا بحاله حرب هلا، بجزئيه من الحرب، وما حتركب الا بالمواجهه الكبرى. اللي موهوم بانه الاسرائيلي بضمن الايقاع اللي هلا قائم ما بده يفوت باشتباك معنا مع لبنان لحتى يخلي المنطقه محل تاني ويفرض اللي بده اياه، الا مثل ما قلت لك اذا باول المواجهه المقاومه بعثت له الرد الموجع والرسائل الموجعه، ساعتها بنفرض نحن امر واقع جديد. خلينا نقرا كمان، عم تردنا الاخبار، غاره على بلده العديسه في جنوب لبنان كمان. يعني ما الاسرائيلي اللي هجم اليوم يعني غارتين الصبح او ثلاثه، وهلا يعني كان في غاره على منطقه شو سمى انا سمعتها بالعديسه كمان قبل غاره الغازيه. قبل غارت غزية. وسائل إعلام إسرائيلية، رئيس بلدية حيفا، رئيسة بلدية حيفا تدعو الحكومة إلى عدم الدخول بحرب مع حزب الله خشية إلحاق أضرار ضخمة بالمدينة. طبعا بعد هاي الضربات هلأ يمكن يكون الهدف حيفا خلص، وأنا هيدا برأيي. ستكون مش أنا حكيت أنا عم تنظيم، رئيس البلدية بعد عم بتتابع وتقول يعني حسب ما عم يورد على ستكون هناك مناطق في المدينة يجب إخلاؤها، وأنفاق ستتحول إلى فخ مميت خلال الحرب مع حزب الله. أنا كنت عمالي أحكي بشوي عن تنظيم الإيقاع بالمواجهات. نعم. صيدا بعيدة عن بعتقد 50 كيلومتر عن الحدود أو أكثر شوي، بدك تضرب 50 كيلومتر خلص معناتها حيفا. وأنا برأيي، رأيي المتواضع، أنا مني عسكري بس يعني بعد هال 51 سنة صار الواحد عنده شوية خبرة. بدك توجع بضربة موجعة ترجع له توازن عقله لنتنياهو، على أنه هذه نموذج أنت عم تعلم علينا هون، هيدا نموذج يعني ولو ضربة واحدة بحيفا أو بمكان آخر، ساعتها أنا بقول لك إسرائيل بدها تعدى العشرة أمام ما يمكن أن تواجهه. إذا لكن شوف الهجمة، ما هيدا رايح طور هائج رايح للآخر، وكأنه رايح إلى موت تراجيدي نتنياهو. يعني ما فرقاني معه الأمريكاني، ما فرقاني معه الاتحاد الأوروبي، ما فرقاني. بتعرف في جزء عشو معتمد على الخساسة العربية، على الـ على الـ على الـ على الدناء العربي، على قلة الكرامة، على قلة الشرف عند 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 العرب. لأنه لو أخذ القرار من تاني جمعة خاصة من بعد مستشفى المعمداني بطرد السفراء الإسرائيليين، وما بروح أنا بدل ما أنا حاصرها لإسرائيل ببعث له التموين وبخترع خطوط لإله. وهذا المنافق أردوغان اللي يوميا في السفن اللي بتجي لحتى للتموين الاسرائيلي، واخر شيء بيقول لك اسرائيل وبده يبكي على غزه. على كل حال شوف شو عمل الانقلاب، بيزعب هلا الاخوان وراح على مصر تصالح، وراح على السعوديه، وراح على مجلس التعاون، والكل ليش؟ على علم بما هو مخطط. نعم. تركي وغير تركي. طيب لو ما هيدي المواقف
ما بيسترجي الإسرائيلي أنه يضل مكمل هيك، وبعد بدنا نتفاجأ، ما حدا يخاف بدنا نتفاجأ بغارات أقصى من هيك. لذلك بما أن المقاومة قوة رادعة، أنا أتوقع أنه حتضرب ضربة المقاومة نوعية خلال الأيام القليلة القادمة، لحتى خلص توضع له حد للإسرائيلي بالقيام بمثل هيك غارات. هذا اللي حيحصل، هذا اللي حيحصل، لأنه إذا استمرينا هيك وفلت الإسرائيلي وبلش يضرب، وبكرة بيضرب مثل ما ضرب بجدرة، بيضرب بخلدة، بيضرب بالدامور مثل ما هو هداك عم بيهدد، وممكن يضرب بمناطق تانية كمان لحتى يصير الزعر. أصبح الآن لزاما علينا أن نترجم الردع هلأ. شو يعني مش عم تدعي قيادة المقاومة لتفتح حرب؟ هن اللي بيفهموا، نحن معلش هن بقدر مش هتفتح الحرب. لا، المقاومة هيك سيد ما حيفتح حرب، بيعرف الوضع الداخلي بلبنان وعارف التوازن الإقليمي والدولي. لكن إذا إسرائيل بدها تستنزفنا بهالطريقة، أنا بقول لك ما بعد يطول باله كتير، بيختاروا لعملية نوعية واحدة على الأقل، ساعتها بيعرف الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وكل اللي عمال يخططوا على أن الله حق. يعني ساعتها بدهم يعرفوا أنه لا، يد المقاومة قادرة أنها توصل، وهذا سهل أنا يعني بما نسمع ونقرأه على المقاومة أنها تعمله. يعني هيدي هلأ بدها تعمل ردة فعل كتير، انعكاس كتير سلبي بهاي الضربة. مثل شو؟ يعني مش نوع من الأحباط يعني عند الناس، بس نوع أنه طيب وبعدين. فأنا هذا اللي كنت عم بقوله من بداية الحلقة، نحن وبعدني من أول حرب غزة، نتنياهو بده يعلق شنقل على الجبهة اللبنانية، لحتى إذا نضغط عليه من هلأ رمضان بموضوع رفح وبموضوع أنه بداية حكي مشان هدنة، بيكون شغل الشنقل تبعه بالجبهة اللبنانية، ولو يمكن ما تكون حرب كاملة، بس بده، لأنه ما من مصلحته أن توقف هالأمور. فهو مكمل للآخر، خلونا نتعاطى معه لأنه مكمل، ويمكن يجي علينا. لما نحن بدك أنت هلأ عم يعمل ضربات استباقية، بعد كلام أنت تعملي كمان ضربات استباقية نوعية، هيك لازم، وقال هيدي كتير المنظر كتير يعني مؤذي. نأمل أن لا يكون هناك ضحايا مدنيين إن شاء الله، مع أنه حجم الدمار مبين كبير، وبعدين منطقة مكتظة على فكرة هناك، يعني ما هي قريب من منطقة مكتظة، طبعا منطقة صناعية. هلا يمكن يكون هلا ما في حدا بس ان شاء الله. يعني كمان نرجع من تابع بالاخبار اللي عم تورد هلا، طبعا ما في شيء مؤكد، كلها اخبار عم تورد انه في مسيره حاولت استهداف سياره، وعندما فشلت استهدفت مباني صناعيه ومدنيه. ممكن بس حسم الانفجار بين اكثر من كأنه مسيره، كان في شيء انفجر ماده انفجر. لا 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 لا, لا حاملي المسيره كميه منيحه، يعني اكبر من الانفجار اللي صار بالنبطيه او حتى اللي صار بجدره. اذا انتبهتي على السياره طلع شويه دخان واحترقت السياره، يعني واضح انه كميه الضربه كانت كبيره، يعني الحجم اللي حملته هاي المسيره. هلاك الحال من شهود العيان هلا بنعرف اذا كانت الطائره حربيه اللي قصفت بهالطريقه ولا مسيره. تعتبر هذه الغاره تحول نوعي؟ لكن بالمواجهه حنشوف بعد، على فكره يعني بعد ما شفنا كتير اشياء، بدنا نشوف كتير اشياء، واسرائيل حتشوف كتير اشياء. لاحظي انت اول شهرين ونص المقاومه ما فرجته الا الكورنيت المعدل، عشان هيك راح شهداء كتير، لانه كانوا الشباب يقربوا لغايه 400-500 متر يعني على المواقع الاسرائيليه، وهن منسحبين كانت المسيرات عم تلحقهم. صار هلا بعدين تغيرت، اجى انواع جديده، بلش الطوفان، بلشت الصواريخ. وانا برايي هاي اللي استخدمتها المقاومه حتى الان هي من الاسلحه المتوسطه او اقل من المتوسطه مع المقاومه، بعد الاسلحه الكبيره اللي بدها تخترق القبه الحديديه واللي بدها توصل بأهدافها بدقة عالية وغيره. بعدين هاي بتصير لما بده يصعد القتال، هل المقاومة بتستخدم هلأ سلاح جديد لترد على غارة صيدا؟ بعد شوية بتنكشف الأمور لحتى تبين هاي الغارة مين قصدت وكيف انضربت وقديش حجم الضربة وإذا راح ضحايا مدنيين ولا لا. هلأ نحن عم نحكي لأنه نحن ضمن ضوئي الانفجار، يعني لحديث هلأ حسب ما عم بتفيد القنوات اللي عم بتتابع سقوط 10 جرحى. بدنا نحيي خينا وئام وهاب،
طبعا بعت لي زبطت معك دغري على الهواء. عم بيتابعنا للأسف يعني. مع الاسف عم نضحك بس يا ريت ما زبطت معك. طبعا ان شاء الله ما بتزبط. يا ريت ما زبطت معك. ليكي انا بحكي الامور بعرف انه في البعض ما بيحبها وبتألم يعني، حتى بحب انا بطلع بوجهك بحس انه لما بدي زيدها انك انت عم تتألمي. ليش؟ لانه كل واحد، بما انا اب كمان وعندي بيت وعندنا عيال وما بدنا هالمساله. وانا على فكره انا ضد ان تندلع حرب كبرى، انا ضدها. انا مؤمن انه بعد فتره، بعد سنه، بعد سنتين ثلاثه، بتتلك التكنولوجيا المنيحه، بتطوري اسلحتك، بتهيئي بيئتك، بتهيئيها طبيا وبتهيئيها ميدانيا. على فكره انا بدي ناشد ان شاء الله بس توقف القتال. نحن يوم نحن ما مسقفين بيئتنا، عشان هيك راح ضحايا. وقت اللي بنصير بهيك شغله، حتى البيئه لازم نعلمها كيف تستخدم تليفون، نعلمها لما بصير في غاره ما تقرب بدنا نعلمها هيك. وكمان نفس القصه، معلش انا ادعو كل المحطات مع احترامي وتقديري لكل الشباب وكل اللي تقدموا ليغطوا، بدهم جزء كبير، بدنا نحضر جزء كبير من هالمراسلين، بدك تدربيهم كيف يعملوا تغطيات ميدانيه لحتى يغيروا. يعني معلش عم بيروحوا بعفويه وعم بيغطوا بطريقه عفويه، بدهم تدريب. انا تفرجيت يوم الحرب الخليج الاولى، كنا كتلفزيون ابو ظبي جنب السي ان ان بمنطقه الخفجه، كل المراسلين بما فيهم المراسل الشهير خاضعين، انا خاضعين لدورات عسكريه، تسقيف عسكري وميداني وقتالي وانواع الاسلحه وانواع الطائرات وانواع القذائف لمده 3 اشهر. ما فيك تبعتي مراسل كان بالرياضه تبعتي ام اطلع غطي، ما يعني معلش انا، وانا مستعد كرفيد الصلاه هي امامي كون على الاو تي في. نعم انا مستعد طبعا مجانا اني انا ادرب، انا اختصاصي تدريب مراسلين ميدانيين، يعني انا مستعد اني انا ادربهم بالاماكن اللي بيريدوها، باي محطه باي شيء. لانه انا عم شوف حرام اليوم، انا انبسطت انه علي مرتضى بالميادين راح لاخر متر من الحدود، ما عم بقول انا روح زبطوا حالكم، بس في طريقه لانك تغطي الميدان بطريقه مختلفه. معلش بعد ما انا دقيقتين من عمر هذه الحلقه كنت عم تقلي بدك تحكي شيء، يعني مع انه بعيده عنها بس ليك العالم وين ولكن احنا وين. بدي اقراهم قراية. ايه تفضل. في شيء جديد بده ينعمل، عم ينعمل بالعالم، اسمه ما بعد الانسان. ما بعد الانسان، ما بعد نحن، تحويل الانسان الى آلة عبر انقلاب بالهندسة الوراثية. بنصح كتار يجيبوا هلا حدا يجيب لهم اياه من اوروبا او كذا، اسمه كتاب التفرد لكات راسويل. نعم. شو بيقول فيه؟ لا فرق بين الانسان والآلة والواقع الافتراضي الذي سنكون فيه. هذا الكتاب واللي بلش تنفيذه، وهذا من 15 سنة بما فيه لما قلت لي شرائح اسمه طبعا مرض البتاع، التخلص من الإنسان الحالي بكل الكون، العبث البيولوجي عبر الانحراف الاجتماعي والإعداد التربوي والتحضير لهذا الإنسان اللي بده يكون غير الإنسان اللي نحن 7 مليار بالكون، الإساءة الجسدية والنفسية. نعم. والتحكم بالفرد، زعزعة الإنسان وتجريده من إنسانيته، شو اللي عم بيصير بالعالم اليوم، وتسييره وإفشاء اليأس فيه. بعد عم نحكي قبل الحلقة كيف كلنا عم نشعر بنوع من اليأس كذا، تحطيم العائلة، تشجيع الإجهاض وتحييد القضاء وضرب الروحانيات وتشجيع الحياة بالمدن مش بالأرياف منشان وسائل الاستهلاك، لا تواصل إلا عبر التواصل الاجتماعي، ما بقى في علاقات بشرية، هذا اللي عم بيحضروا لنا إياه، الهجرات الجماعية، صنع الأزمات المالية بكل البلدان، شو عم بيصير بالعالم اليوم، زيادة الضرائب وتشجيع الحروب وانعدام الأخلاق وجعل الأخلاق دين جديد اللي بدهم يعملوها، والتخويف الدائم وصنع جيل كامل من الكائنات المهجنة وتحطيم الذكورة، معلش بدهم يروحونا، والتخيير ما بين الذكورة والأنوس. ليش؟ لا تتحول، نتحول كلنا ضمن أجندة مبرمجة فاسدة. وفي أشياء كثيرة إذا بتجي هلا تربطيها باللي نحن عم نعيشه بتحطي علامات استفهام، إيه صح؟ شو عم بيصير هلا بالمدارس؟ شو عم بيصير هلا بمسألة بحير الولد إذا شو اللي بده يختار؟ مسألة الانهيارات الأخلاقية والقيم. فعلا بدوني مين هالعقل الأسود اللي حاكم الكرة الأرضية بهالطريقة؟ عشان هيك بتلاقينا نحن جماعة بقعة تقتيل للغرب، احنا بقعه حق الرمايه للغرب بالمفاهيم بالرصاص وبالقتل وبالعقل. هلا بتشوفينا نحن هون شو عم نعاني، مش عم نقدر نسكن ليكي بحاله استقرار، وليكي شو عم يتخطط لنا ونحن برات التاريخ.
هيدا دمنا نحن الأسف. دمنا لا يعرف النوم الحقيقة. مع الأسف هيدا بدها نقاش بحلقة لحالة. أنا حاضر هيدا الأمر أنا كتير بيعنيني لأنه لأنه فعلا لازم الإنسان فينا يبلش يشوف يعني ماذا يحضر لهذا حتى لازم نفهم لازم بالجيل الجديد يرجع ونحن مجتمعاتنا لا تقرا طبعاً ولا طبعاً ولا فرقان مع شيء صحيح صحيح اكثر كتب منباعه بمجتمعاتنا هي كتب تفسير الاحلام وكتب الابراج او اذا يعني في كتب جنس معلش يحكيك جد عم جد العم بقلبنا كلنا شو مهووسين شكرا لك هذا الكبت الجنسي كان عندنا حالتين كبت جنسي وكبت سياسي بعالمنا العربي وهلا صار عندنا كبت ديني وكبت مذهبي وانا ما حكيت على بمساله جاي بنحكي على سعد الحريري يلا ايه بدها حلقه لحالها اصلا محليات ما حكينا الا عن طبعا صحيح. الغاره اللي حصلت بس في ملفات ساخنه اخرى صحيح. شكرا لك استاذ رفيق على هذه الحلقه مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم نبض بيروت الى اللقاء